بس احنا خلصنا البرنسيبل مال كاينتيك. محاضرتنا اليوم بس نحل بعض المسائل. ناخذ ما عرفت بعض الطلاب طلعوا شنو من غير مرحله لو شنو ها ماخذين المحاضره يعني ها الصبح كان حضور اكثر. فاليوم راح ناخذ تقريبا مثال على كل كيس، مثال تطبيقي يعني مساله حسابيه اللي اخذناها كلها هي المبادئ الاساسيه، المعادلات والكيرفز اللي شرحناها. فمبدئيا ترى بالنسبه للفاينل ممكن يجيكم من الشرح، ممكن يجيكم من المسائل. اوكي، فهذا اول مثال شباب، تفاعل بين اسيتيك انهايدرايد واثيل الكحول تو فورم اثيل اسيتيت اند ووتر تو رياكتنت. عندي سؤال بالكتاب شو يقول؟ يقول وات از ذا اوردر اوف رياكشن. اذا مشينا على النظره السطحيه السابقه على اوردر اوف رياكشن ايش راح نقول؟ 1 مولكيول منها ب 2 مولكيول راح يصير ثيرد اوردر. لكن الحقيقه من يكمل شو يقول لي؟ يقول لي الكحول هو صح رياكتنت لكن هنا يشتغل كسولفنت. شنو نفتهم من كلمه سولفنت؟ تذكرون من عرفنا السوليوشن هو عباره عن سوليوت سولفنت، ومن يصير عندنا شلون نعرف من هو السولفنت؟ ابو الكميه الكثيره، ابو الكميه الكبيره هو السولفنت. فهذا ينطبق على يا بوسيبلتي من سكند اوردر. قلنا سكند اوردر لما عندي تو رياكتنت عندنا 3 possibility. possibility الأول يكون initial concentration same. possibility الثاني initial concentration different بس difference small. possibility الثالث difference لكن difference big. مو هذا إذا ينطبق عليه أنه الكحول يكون هو أبو large quantity، وبين أبو large quantity يكاد يكون constant. مو هيك تتذكرون هاي الفقره؟ قلنا هاي الحاله سميناها سودو فيرست اوردر. ليش؟ لان عندي تو رياكتنت لكن واحد مؤثر والاخر غير مؤثر. زين، لذلك راح يدخل ويا الكي. لذلك المقطع الاول اللي حكيناه هو يمثل الموليكولاريتي والنظره السطحيه للموضوع، لكن كاينتك ستدي الحقيقيه والديتيلز تقول هذا هو عباره عن سودو فيرست اوردر. لذلك اذا نكتب الريت اكويجن بناقص دي اسيتيك انهايدرايد على الدي تايم شو يساوي لي؟ كي برايم في الاسيتيك انهايدرايد. الكحول راح يدخل وين؟ ويا الكي برايم باعتباره كونستانت. هو لو نيجي على الشيء السطحي راح نقول كي في تركيز الكحول في تركيز الاسيتيك انهايدرايد. الكحول لانه كميته كبيره سولفنت فراح يكون كونستانت، يدخل ويا الكي كونستانت نسميه كي برايم. شكله هسه صار شنو؟ يشبه الفيرست اوردر فسميناه سودو فيرست اوردر. اوكي شباب، السؤال الاول الحقيقه على السسبنشن. تذكرون السسبنشن قلنا له خصوصيه، شكله الخارجي زيرو اوردر، لكن من تدخل الجزء المتعلق بالذائب اللي هو السوليوشن بارت يكون فيرست اوردر. سؤال شنو هو؟ ا بريسكريبشن فور ليكويد اسبرين. يعني جتني وصفه، انا قاعد بالصيدلي جتني وصفه من الطبيب يقول لي اريد اسبرين صوت ليكويد. انتبهوا المصطلح ليكويد هو ما له علاقه، يريد شيء ثاني. اذا كان سوليوشن اذا كان سسبنشن شغلتك هاي. هو يريد ليكويد، عنده مريض طفل او مريض ما يقدر يبلع فيريد ليكويد. بس شرط علي يريد الدوز 325 ملي جرام بير 5 مل. طبعا انت بالصيدليه من تحضر ما تحضر 5 مل تعطي للمريض، تحضر شيشه والشيشه تقريبا 100 مل. فبال 100 مل ايش قد راح يصير؟ 6.5 جرام بير 100 مل. 6.5 جرام بير 100 مل. زين، هاي وصفة الطبيب راح يلتزم بيها. فالسؤال هو يشرح لك يقول لك therefore the solubility مال اسبرين 0.33 جرام.
يعني انا مش راح الوزن اللي راح اخليه 6.5 غرام اللي يذوب جيت 0.33 زين، فهذا ايش راح يصير طبيعيا؟ زين راح يصير سوليوشن او سسبنشن، يعني اقلبي الجزء راح يذوب والباقي كله راح يكون غير ذلك. زين بعض الحكي البي زايد يقول البي اتش اللي محضر هو 6 حسب احتياج المستحضر. The first order rate constant of aspirin degradation in this solution. تبوي احنا قلنا السسبنشن راح يكون شكله خارجي والجزء من عنده داخلي هو السوليوشن الجزء الدائب، بس اتوقع 6.5 غرام بير 100 مول، 0.33 هو الذائب اللي راح يتعرض للفيرست اوردر ديجريديشن. اوكي؟ ايش بيه هذا؟ الريت كونستنت مالته 4.5 في 10 ناقص 6 سكند ماينس 1، حتى لو ما قايل اللي هو فيرست اوردر من الوحدات اعرف هو فيرست اوردر. ايش يريد من عندي؟ كالكوليت الزيرو اوردر ريت كونستنت. زين؟ وبعد يريد الشيلف لايف. الشيلف لايف طبعا اذا تتذكرون بالسسبنشن قلنا احنا اذا نريد نحسب الكي زيرو مالته اللي هو كونستنت فور زيرو اوردر فور سسبنشن يساوي كي فيرست في السوليبلتي، تمام؟ هاي الفقره الاولى. والشيلف لايف انا اعتبره سسبنشن، والسسبنشن جنرالي فولو شنو هو؟ زيرو اوردر، قلنا هو ابرنت زيرو اوردر، فأتبع قوانين الزيرو أوردر. فإذن أول خطوة أحسب الكي زيرو. كي زيرو عندي كي فيرست سوليبلتي، عندي أضرب الكي فيرست في السوليبلتي إيش طلع عندي؟ 1.5 في 10 ناقص 6 غرام بير ميت مول في سكند ماينس 1، هذا الكي زيرو. الشيلف لايف شي يساوي 0.1، هذا طبعا دبل شيلف لايف. هسه أنا أتبع قوانين الزيرو لان احكي على سسبنشن. زين 0.1 في الانيشال كونسنتريشن، قد الانيشال كونسنتريشن 6.5 غرام بير متر، هذا الراد الطبيعي على يمن على الكي زيرو اللي انا حسبته بالمقطع الاول. شيلف لايف يطلع 4.3 في 10.5 سكند ويساوي 5 دايز. اوكي واضح شباب؟ هذا تعاملنا مع السسبنشن، دائما نعتبره توتالي كزيرو اوردر. زين سؤال على الفيرست اوردر، قال لي هيدروجين بيروكسايد اللي نسميه بالعاميه الاكسجين، هذا عرفناه هو كان مثال على الفيرست اوردر. شو يقول؟ انتبهوا لي شباب، بعض الاسئله ما لكم علاقة بالوسيلة التي يتبعها لقياس التركيز. إذا تذكرون بالزيرو أوردر قال أنا راح أتبع اللون مال السلفدر. هنا شو يقول؟ راح أتبع الفوليوم أوف أكسجين ليبريتن الغاز بيوريت. هذا ما يهم. اللي يهمنا شو يقول؟ إيش لقى؟ كونسنتريشن أوف هيدروجين بيروكسيد ريمينينج بعد 65 دقيقة. زين ايش جيت؟ 9.6 from initial concentration 57.9. شوفوا شباب تقديم وتاخير بالكلمات، قال لك لقيت هلقيت من النيشال هلقيت، يعني كان يقدر يقول انا بديت من النيشال هلقيت بعد 65 دقيقه لقيت هلقيت، فانتبه على اكمل الجمله بالاخير. اللي ريمينينج ايش جيت؟ 9.6 بعد ايش جيت؟ 65 دقيقه ايش جيت بدا؟ 57.9. شيل الكالكوليت بكي وبعد هاو ماتش هيدروجين بيروكسيد ريمين اند ديكومبوز افتر 25 مينيت. اوكي اذا المقطع الاول اول شيء فيرست اوردر يريد من عندي الكي، عندي السي تي، عندي السي زيرو، عندي التايم. زين هسه بالنسبة إلي يا شباب، أنا حتى لا أحفظ عدة صيغ للقانون أحفظ شكل واحد وأطبق شكل واحد. أنتوا بالنسبة لكم تريدون تحفظون عدة صيغ
زين هذا بعد يمكم. انا بالنسبه لي ايش اسوي؟ راسا احافظ صيغه اللين سي تي يساوي لين سي 0 ماينس كي. اجيب اخلي الارقام كل وحده بمكانها، اعوض الارقام بعدين اسوي ري ارينجمنت. هو هسه مسوي لكم ري ارينجمنت لحساب الكي. كي يساوي 2.303 على تايم في لوج سي 0 على سي. انتبهوا شباب من تطبقون القانون، شوفوا هنا اللوج مضروب مو جبل. في بعض الاحيان الطلاب مثلا ينسى بالامتحان يشيل اللوج او يخلي زائد، وهذا السؤال كله يصير غلط. زين سي 0 عندي 57.9، سي تي ايش قد؟ 9.6، تايم ايش قد؟ 65. ايش حسبنا من عنده؟ المجهول الوحيد منه؟ الكي. اذا كي طلع 0.0277 مينت ماينس 1. شلون عرفت مينت ماينس 1؟ لان التايم بالمينت. زين؟ واضحه؟ زين حسبت الكي. هسه المقطع الثاني او الجزء الثاني من الطلب السؤال يقول لي زين بعد 25 دقيقه ايش قد؟ هسه سي 0 عندي التايم 25 مو؟ الكي عندي هسه شو اريد السي تي؟ اطبق نفس القانون هنا الكي هنا التايم السي تي هو المجهول احسبه. انا بالنسبه لي حبيت اطبق نفس القانون، اكتب من سي تي يساوي سي 0 ماينس كي، اخلي التايم 25 والسي لين سي تي مجهول، لين سي 0 عندي واضح والتايم عندي. فالسي يطلع 29.01. سؤال ثاني على الفيرست اوردر، هو يقول عندنا ادراك بالسوليوشن، وانتبهوا هم كذلك اليونت فور كونسنتريشن مستخدم يونت بيرمول. هذا اجانا بشكل واضح، شو يقول؟ يقول كان عندي 500 وين بريبير، يعني اول ما حضرناه المحلول كان 500، يعني هذا يا هو سي انيشال مو تمام؟ ات ووز انلايز بعد 40 يوم، 40 يوم اجى واحد سوى له تحليل ايش قد طلع؟ 300 مليون. شو يريد من عندي؟ طبعا assuming the decomposition is first order at what time will be the drug have decomposed to one half of its original concentration. اذا شوفوا شباب يريد من عندي بعد نص مش وقت تصير نصف الكمية، يعني 500 ايش قد تصير؟ 250. فاني راد احسب الكي، الكي من اجيبها؟ عندي 500 تحولت الى 300 بال 40 يوم. اطبق نفس القانون 40 يوم 500 ل 300 حسبت الكي 0.0128 لانه بالايام فصار دي ماينس 1. نيجي نحسب، قال لك ايش وقت يطيح؟ يحتاج التايم فور هاف اوف ذا كوانتيتي، نص ال 500 250. اذا عندي سي 0 عندي سي تي عندي الكي زين بخالي التايم طلع 54 يوم. اول نقطة اذا انتبهتوا الطلب مالته لمن يشبه؟ ها يا تعريف اللي تعرفنا عليه يمكن اول محاضرة هالف لايف. هالف لايف شنو كان تعريفه؟ الوقت اللي يحتاجه للنزول. زين تذكرون الهاف لايف بالفيرست اوردر وصلنا الى قانون مختصر اللي هو 0.693 على كي، صح ولا لا؟ فممكن استخدم 0.693 على كي؟ نعم نفس الشيء، تريد تستخدم ذاك تريد تستخدم الكامل ما يضر. زين فيطلع لك نفس النتيجه اذا جربته من جديد. ملاحظه اخرى في بعض الاحيان شباب شيء يجي السؤال يجي يقول لك what the time required for reach 70% of drug remaining. هنا لازم تنتبه على السؤال، معناها سي انيشال از جيت ها؟ لا مو هذا السؤال، جاك سؤال بصيغه البرسنت. اقول لي دراج وين ها؟
بالضبط. انت تخلي المية هو السي زيرو والسبعين هو السي تي. عرفت شلون؟ يجيك يا بيحصل البرسنتج يقول لك ايش قد التايم ريكوير فور 70%. اوكي؟ فهاي هم نصيغة أخرى بعض المسائل اللي كنا نشوفها موجودة مو غير مصادر بالإنترنت ممكن يجي أحد الأساتذة فانتبهوا إنه مو تضيع تقول وين النيشة الماطانية النيشة بتعتبر 100 والرمينك 70 وتمشيها. بس انتبه مرة يقول رمينك مرة يقول ديكومبوز زين. إذا قال لك مثلا 30% ديكومبوز شو تقول رمينك لازم تخليه 70. الصيغة تختلف بس انتبه عليه حتى هو عليه من ده يحكي سي تي هو الرمينك زين. أنا إذا سمحت الدقائق أسئلة concentration equal هو x على a في a minus x يساوي k. x الطانية ال a الطانية التايم 20 احسب ال k زين. ال half life 1 على a في ال k. ال a هو 0.01 مولر ال k 1 على a في التايم العفو k يساوي 1 على a. بس انا حسبت ال k العفو وراح نحسب ال half life 1 على a اللي هو 0.01 في الk نحسب من المرحلة الأولى من الجزء الأول هذا second order. نيجي ناخذ مثال على أرينوس وتأثير درجة الحرارة على الk. قال إن 5 هيدروكسي مثل فرفوراف ال K1 مالته درجة الحرارة 120 هو 1.173 أور ماينس 1. رجاء نكمل الجملة الأخيرة. بعض الطلاب يصير بالامتحان شو يسوي؟ يجي يطبق ال K 120 هو يقول لك درجة 120 K 1.17 أور. وانتبه على الوحدات هو فيرست أوردر ريت كونستانت. رجع قاسه بال 140 K2 مالته بال 140 يساوي 4.87. شو يريد من عندي؟ كالكوليت الانرجي اوف اكتيفيشن. بس شويه طلبه زانس باضافه راده بالكيلو كالوري بير مول. وبعد ايش راد من عندي؟ ال A هو فريكونسي فاكتور هم راده بالسكند. زين؟ اجي على قانون اسرطان 2 كي 2 تمبرجر قانون مال ارينيوس ابو تو سيتويشن لو كي 2 على كي 1 يساوي انرجي اوف اكتيفيشن على 2.303 الجبهه هذه ما بيها ماينس للموجب في ار في تي 2 ماينس تي 1 على تي 2 في تي 1 التي لازم احوله للابسولوت 120 زائد 273 الار راح استخدم 1.987 كالوري بير مول اكتبه الوحدة كالوري بير مول في دجري زين. الكي 2 راح استخدم 4.8 على 1.17 انتبهوا لي هسه هنا الانرجي اوف اكتيفيشن هو المجهول الوحيد راح احسبه لانه الار بالكالوري راح يطلع لو تحسبوه بالبيت راح يطلع عندي 23000 كالوري بير ما يطلع 23 راده بالكيلو كالوري قسمة على لازم اوحد الوحدات ومن جت الكالوري من هذا اللي هو بالكالوري مو بالكيلو كالوري زين. حسبت الانرجي اوف اكتيفيشن زين. يريد من عندي الاي طب هذا القانون ما عندي اي
ارجع على القانون الاصلي مال الريميا اللي هو شنو هو لوج كي يساوي لوج اي ماينس انرجي اوف اكتيفيشن على 2.303 في الار في 1 على 2. هنا السؤال اذا بالسؤال بين كي 1 وكي 2 استخدم كي 1 او كي 2 اللي هو ايش؟ ويحق لي تستخدم الثنية بس شنو مشروطة؟ شنو الشرط؟ الكي 1 استخدمه ويا درجتين لان مربوط بالدرجة الحرارة كي 1 ويا 120 اوكي اقدر استخدم كي 2 نعم لكن ويا 140 مو استخدم اثنيناتهم نفس لازم لانه مربوط بدرجة الحرارة اثنيناتهم صحيح هم استخدموا 120 انتبهوا شباب هو كأنه طلب الحي بالسكن وحول الأورز ماينس 1 إلى سكن ماينس 1 اللي هو بداية السؤال إذا انتبهت عليه أنت تحوله هو يعطيك إياه زين فانتبهوا بعد الملاحظة الثانية شوف شو استخدم بالإنرجي أوف أكتيفيشن 23 ألف كالوري ليش حتى يتوازن ويا الغاز كونستانت اللي هو بالكالوري فيلا تطلع أنت انت مو تحسب هناك اذا خليت 23 راح يصير خلاص فحسب الاي سؤال الاخر نفس الاسبرين لكن بصيغه اخرى فكريه السؤال يجي يقول الاسبرين ممكن تحضره كسوليوشن او سسبنشن ياهو الافضل بالنسبه للستيبل ياهو المور ستيبل اثبت لي هذا بالدليل بالحسابات مو بس تحكي احكي شلون تثبت ايه زين شنو رايك اذا حضرت الاسبرين كسوليوشن اذا حضرت كسسبنشن يعني يكون مور ستيبل اثبت لي اياه زين هذا السؤال الفكري زين فانا ايش راح اسوي شباب افترض انه حضرت الاسبرين كسوليوشن واحسب لي شيلف لايف امشي على قوانين الفيرست وقلنا السوليوشن فيرست لكن يجي واحد يقول دكتور هو شلون احضره كسوليوشن هنا راح اضطر التزم بالسوليبلتي فاليو يعني ما اقدر احضر من احضر اكثر من السوليبلتي راح يتحضر سسبنشن اوريدي لكن اذا تحضر سوليوشن لازم التزم بالسوليبلتي 0.33 جرام بير متر مول بس هذه اقدر اسويها زين فايش راح اسوي؟ راح احسب الشيلف لايف باعتباره كسوليوشن مره واحسب الشيلف لايف باعتباره كسسبنشن هذا طبعا اذا خليت كميه اكبر زين واقارن بيناتهم هسه نيجي شو يقول؟ الكي فيرست اوردر هو 5 في 10 ناقص 7 سكن طبعا هاي الدراسه تختلف عن ذيك اللي هي ذيك بي اس 6 وهاي بي اس 2.5 شيلف لايف انتبهوا لي بالفيرست اوردر قانون 0.105 على كي زين كي عندي 0.105 على كي يطلع 2 days يومين فقط يتحمل زين لكن اذا حضرتك كسسبنشن حضرتك كسسبنشن وبدي احسب الشيلف لايف قبل ما احسب الشيلف لايف لازم شنو قانون الشيلف لايف بالزيرو اوردر 0.1 في الانيشال كونسنتريشن على كي زيرو فانا احتاج احسب الكي زيرو زين شلون احسب الكي زيرو يساوي الكي فيرست في السوليبلتي زين واحتاج ادخل الانيشال كونسنتريشن هذاك كان بالشيلف لايف مال الفيرست ما عنده الحسابات فالكي زيرو شو يساوي الكي فيرست في السوليبلتي حسبناه 1.65 في 10 ناقص 7 جرام بير مول في سكن اذا افترضنا الدوز هو 650 ملي جرام 650 ملي جرام بير تي سبون فول فايش قد راح يصير 13 جرام بير ميتمول اذا حضرت السسبنشن بهالدوز فالشيلف لايف يساوي 0.1 بالانيشال كونسنتريشن اللي هو 13 جرام
بيرميتمون على الكي زيرو راح يطلع عندنا 7.9 في 10 6 سكند زين ويساوي 91 دقيقة. إذا الشلف لايف إذا حضرت السسبنشن والدوز العالية راح يطلع عندي ستيبل ل 91 دقيقة، بينما إذا حضرت كسوليوشن طبعا دوز قليلة 0.33 جرام راح أخليه راح أحصل على 2 دقيقة. يا المور ستيبل أكيد السسبنشن لأنه عنده احتياطي يدعم اللي يصير في ديجريديشن، كل ما يتكسر يعوض عنه. اوكي شباب واضحه الفكره؟ وبهذا نكون خلصنا الشابتر مال الكاينتيك. عندكم اي سؤال شباب؟ رجاء راجعوا وحاولوا تتحضرون زين، واذا عندكم اي سؤال حاولوا تشوفوا المسائل اللي هاي هي بالمنطقه بالكتابيه.